السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعنا وياكم بحلقة جديدة وفيديو جديد، وحلقتنا اليوم حبيت اصور لكم مركز مدينة اظنة او سوق اظنة او شارشة اظنة. قبل ما نبدأ حلقتنا صلوا على سيدنا محمد واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. هاي مثل ما تشوفون هنا بداية السوق، يعني تقدر من اي منطقة تصعد سيرفيس، بس تقول له تشارشة ينزلك بهاي النقطة، تنزل من هنا تطب بهذا السوق. هاي بداية السوق، وطبعا انا صورت جزء من السوق، ما صورت السوق كله، صورت بس جزء منه، يعني نبذة عن السوق. هذا السوق كبير هواي، يعني هاي مثل ما تشوفون بهذا السوق موجودة محلات الألبسة، محلات ألبسة نسائية، أطفال، شبابية، كل شيء موجود بهذا السوق، وطبعا المطاعم، الكافتريات، حتى محلات الجملة. طبعا مثل ما قلت لكم ولاية أظنة ولاية صناعية، مدينة صناعية، أهل الجملة يجون هم من اسطنبول ومن أظنة يسوقون، يعني اللي خارج تركيا يجي من خارج تركيا يا يجي لاسطنبول أو على أظنة يسوق من أظنة. مثل ما تشوفون كلها محلات ألبسة ومحلات صياغة وكل شيء موجود بهذا السوق. هاي طبعا هاي الأفرع كلها تابعة للسوق وكلها بيها محلات وكل شي بيها، بس أنا صورت بس هاي المنطقة. مثل ما تشوفون كلها محلات، وطبعا هاي تصوير بالأيام العادية، بس بأيام الأعياد أو أيام المناسبات أو العطلة الرسمية هذا السوق يدوب الواحد يلقى له مكان يمشي بيها من الازدحام اللي يصير بيه. هذا السوق يجون عليه من جميع أنحاء أظنة، يجون لهذا السوق اللي هو مركز المدينة. هاي هنا مركز مدينة أظنة. مثل ما تشوفون انه حاليا ما ازدحام، ماكو ازدحام هواي، لان الاوضاع يعني المرض. مثل ما تشوفون كل المحلات متوفرة، ألبسة، جنط، ألبسة أطفال، كل شيء موجود. هذا طبعا أول فرع من السوق، ها لهنا يخلص هذا الفرع. هاي منا طلعنا الفرع الثاني، بهذا نهاية هذا الفرع راح يجينا الشارع العام، شارع العام أو تمثال أتاتورك يسمى اسم المنطقة. كوتشوك ساعات، كوتشوك ساعات يعني الساعة الصغيرة، هاي المنطقة اسمها كوتشوك ساعات اللي هي مركز مدينة أظنة أو الشارشة. هاي هنا، وطبعا بهاي الأفرع كلها محلات جملة، يعني محلات ما تبيع مفرد بس تبيع بالجملة بهاي الأفرع. هاي الآن صورته يعني يبيعون بالمفرد.
مثل ما تشوفون راح يخلص هذا الفرع، راح نطلع للشارع الرئيسي. طبعا السيرفيس انت بس راح تقول له تشارشه او راح تقول له كوتشوك ساعات، راح ينزلك بالنقطة اللي بدينا التصوير منها. مع محلات الحلويات، مثل ما تشوفون طلعنا للشارع الرئيسي. هاي ذيك الدورة تمثال أتاتورك أو كوتشوك ساعات تسمى. هذا الشارع الرئيسي مثل ما تشوفون همين كل سوق. هاي الدورة اسمها تمثال أتاتورك. هذا الشارع الرئيسي والسيرفيس ينزلك هنا، ينزلك بهاي النقطة. هسه تشوفون السرافيس الواقفة أو الدولميشات اللي هي اللي حكيت لكم عنها، الكوسترات بالعراق نفس الكوستر. هاي تشوفوها، هاي السيارات البيض. هاي السيارات البيض الدولميشات او اللي مثل الكوسترات. هاي كل سيارة مكتوب عليها اسم المنطقة اللي يروح لها. مثل ما تشوفون هاي محلات الألبسة الرسمي، مطاعم، محلات عطارين، الصيرفات كلها بهذا الشارع. هاي العطارين، مثل ما تشوفون شوفوا هاي السيرفيس، كل سيرفيس ومكتوب عليه اسم المنطقة اللي يروح لها. ها طبعا هذا الشارع كله لنهايته هذا السوق، وطبعا بعد بيه تفرعات، ويعني ما دخلت للتفرعات كلها. هاي شارشة مدينة أفانا أو مركز مدينة أفانا. ولهنا وتنتهي حلقتنا لليوم، وأتمنى يعجبكم الفيديو وتستفادون منه. ولا تنسى اشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، والسلام عليكم.